السلام عليكم. حسب الفيديو اللي عندنا هذا تاع ملعب عنابة، لاحظ انه الاشغال في الملعب فيما يخص الملعب، الارضية تاع الملعب وكذا المدرجات، راهي في اخر مراحلها، يعني راهي في تطور يعني بالنسبة للفيديو الاخير. وهذا شيء يفرح فيما يخص الملعب، حيث انه ما بقاش بزاف تيبداو وضع الكراسي ووضع الـ يعني العشب الطبيعي، لكن الاشغال يعني النقطه السوداء تبقى في الاشغال تاع الملحق تاع الملعب، ما يعني خارج الاشغال الخارجيه تاع الملعب راهي مازال يعني بعيده يعني للانتهاء بسبب الحجم نتاعها، هي فيها اشغال كثيره، وهذا اللي سوف يعطل من تسليم الملعب في أجله المحددة. كذلك نحبيت أنه نأكد على واحد النقطة ثانية مهمة جدا، وهي أنه كل هذه الأشغال نتاع التهيئة والترميم والتجديد نتاع الملاعب هذو، خاصة ما يعني عنابة وقسنطينة، يعني حبذا لو يعني كانوا يهيئوا التغطية، يديروا التغطية لهذه الملاعب، يعني لعبها يعني كل هذه الأشغال سوف تذهب مهب الرياح بسبب العوامل الطبيعية اللي تأثر كثير على المدرجات وتكثر على الأرضية تاع الملعب والمدرجات على الملعب ككل. يعني كان يعني الأشدر أن يديروا انستركتور نتاع تغطية بانستركتور ليجير، كاين بزاف يعني دي ميثود ويعني دي ماتيريو دو كونستركسيون اللي يعني استريب يعني من نوع الخفيف، يعني كيما الملعب تاع تيزي وزو كاين لا فيبر دو فير، كاين لا ستركتور تيبولير اون الومنيوم، كاين امور وين نقدر نديرو تواتور بطريقه يعني تواتور خفيفه تكون صحيحه وريزيستونت وخفيفه، ما تاثرش على الاساسات تاع الملعب، يعني تكون تلم الملعب وتعاود تعطي له إن ديمونسيون جديدة وتعطي له مظهر جديد، ويعني يمد يعني العمل هذا يكتمل، يعني كاع لي فور هذا ما يروحش خسارة لو كان فيه هذه التغطية من هذا النوع. حنا نتمنى أن السلطات في المستقبل، يعني في المستقبل القريب، يخموا باش يديروا التغطية نتاع الملاعب الكبار هذو، خاصة الملاعب اللي تم ترميمهم وتجديدهم. والسلام عليكم.